وخلينا نتكلم، هل فعلا النظام الغذائي ممكن يكون من الطرق للوقاية من هذا المرض الخبيث؟ خليني ابتدي بس الكلام في انه التغذيه ما اقدرش اقول ان هي بتمنع المرض او بتمنع حدوث المرض، ولكن هي بتخليه يبعد عني، او ان انا ما كنش مش بيعالج، بس بتبعده انه يكون بيجيلي او اقلل فرص الاصابه، او اقلل فرص انه يكون عندي المرض ده، لانه كلنا عندنا الخلايا بتاعت اللي هي الكارسينوجين اللي هي خلايا بتاعت الكانسر، فايه اللي انا بطورها في جسمي ان انا اكون تبقى خبيثه، هي ان انا اكون بخليه بشغلها واخليها ان هي تكبر او كده وتعمل ورم وتسميه الكانسر، او فكره ان انا اكون بقلل من الوقايه، ان انا ابعد من المرض ده. نقدر نقول ان هي الاكل ممكن يبقى محفزات او بيقلل، بتقلل من حدوث المرض، بس مش بتعالج المرض. بالتأكيد يعني مش مفهوم. الاكل هو اللي بيعالج، ولكن طبعا الاكل مش بيعالج، لكن اقصد في فرص للعلاج من السرطان خاصه في المراحل المتقدمه، يعني كرساله امل. ما اقدرش اقول انه طبعا بس بعيدا عن العلاج ده شق طبي ملناش دعوه بيه النهارده، احنا بنتكلم عن التغذيه. ما اقدرش اقول ان هو هيعالجه اي، بس ممكن يقلل ان هو يقعد اكتر في المستشفى، فيخلي ان هو يكون بيخف اسرع، او مثلا انه التفاعل الدواء مناعه قويه أحسن. يعني طبعا بيدي له مناعه اقوى، بيساعد. طب كارينا، احنا دايما بنسمع حتى من واحنا صغيرين في حاجات معينه كده موجوده في كل البيوت تقريبا، واكيد عدت عليك يا اسماء برضو، طبعاً. معلقه العسل الصبح. كلنا اجبرنا على معلقه العسل الصبح، معلقه العسل الاسود طبعا العسل فيه شفاء للناس، لكن ايه تاني من الحاجات الاكلات اللي ممكن؟ فكره العسل، انا بحب طبعا العسل الاسود، لان العسل الاسود غني جدا بالحديد. حديد طبعا الحديد افضل بكتير قوي من ان انا اكون باخد عسل ابيض. ما بقدرش اقول ان العسل الابيض مش حلو، بس فكره بقى الحاجات اللي بتقلل من حدوث المرض ده او بتخليني ابعد عنه، هو دايما الحاجات الملونه. فاحنا جايبين هنا الحاجات الملونه. طب حلو، ده لطيف. اصفر، احمر، اخضر، بس ده صح اهو، دي الوان فلفل الوان. فلفل الوان ده لانه جواه مضادات للاكسده اللي بتحمي الخليه ان هي تكبر او تتكاثر او ان هي تكون بتورم. وطبعا الكوسه والجزر، الخضار دايما كله ايا كان مسلوق مطبوخ، طبعا انا بفضل المطبوخ لانه بيكون مطبوخ بيكون فيه طماطم فريش، اللي هي الطماطم اللي انا بعصرها جوه الطبق. بيكون فيه سمنه وحاجات برضه، حلو اني اكون باخد سمنه وزبده وزيت، بس مش بكتر فيهم لانه دول مغذيين جدا جدا لينا، لانه دول زي ما اقول العربيه اللي بتوصل الفيتامين من الوجبه بتاعتي لجسمي. فعشان انا اجيلك ما اقدرش ان انا اجيلك في الهواء، لازم اركب سؤال. حاجه عشان اجيلك. اسالك سؤال هنا برضو، بما انك قلتي السمنه مهمه في الاكل، طبعا السمنه الصناعي، طبعا السمنه في سمنات معينه، طبعا السمنه البلدي احسن حاجه، الزيت كويس جدا 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 جدا، الزبده ممكن استخدمها بكميه قليله. خليني اقول ان كل انواع الزيوت والسمنه والزبده بيكون فيهم مواد جواهم اللي هي بيكون الساتشري، حاجه اسمها ساتشريتد فات، اللي هي الدهون المشبعه والدهون الغير مشبعه. كل نوع من انواع الزيوت او السمنه بيكون فيهم مختلفين من الدهون دي، يعني البرسنتج بتاعتهم بتكون مختلفه، فمهم ان يكون جسمي بياخد من كله بكميات بسيطه. ايوه انا هنا جايبه ملوخيه. ايوه ملوخيه طبعا الناس كلها ايه ده، انا هاكل بتقليه بمش عارف ايه، هناكلها عاديه، لانه الثوم والبصل اللي بنستخدمه في طبخه الملوخيه مهم جدا جدا جدا. عشان كده عليها بصل يا كريم؟ لا اوقات بحط بقى ثوم بس وبصل. لا انا مش هعمل، انا مش حافتي لان ما بعرفش اطبخ. لا شكلك انت عامله الملوخيه. لا 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 انا بحب في الشوربه، في الشوربه، ما الشوربه لازم يتحط فيها بصل. طب اخبار السبانخ ايه؟ يعني لان هي برضو خضار اللي بتتعمل بيها الملوخيه، لان السبانخ برضو خضار ورقي برضو، بسلة، فاصوليا، لوبيا، عدس، كوسه، ملوخيه، باميه، سبانخ، كل الحاجات دي مغذيه جدا.